يسأل ويقول: قرأت عبر محرك البحث أن الشافعية أجازوا إتيان المرأة في الدبر. أعوذ بالله، أعوذ بالله، لعله واهم، ولعل النص يجوز أن يأتي الرجل أهل بيته، أعني زوجته، من جهة الدبر، يعني من الناحية الإيه؟ من الخلف وليس في الدبر، ولكن في المكان الذي أحله الله اللي هو موضع الحرث. نعم. فأتوا حرثكم أن، يعني على أي كيفية شئتم. حرثكم أي المكان الذي يأتي بالحرث، يأتي بالنبات، يأتي بالولد، ويأتي بالبنت. نعم. والدبر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من يأتي المرأة في دبورها، والحديث صحيح ومشهور. ثم يعني لا يسرني أبدا أو لا يروق لي مطلقا، نعم، أن نثير مثل هذه الأسئلة ليسمع بها الشباب. يعني ممكن شاب الآن يقول: سمعت أن السادة الشافعية يجيزون إتيان المرأة في دبورها. نعم. في دبورها. نعم. تصور. فأنا أرجو من أبناء الأعزاء أن يتقوا الله، وأن يكونوا دائما مع رأي الجمهور في مثل هذه القضايا. نعم. وألا يتبعوا هذه الشواذ، بل ألا يثيروا هذه الأمور على الشاشات وفي مثل هذه البرامج، حتى لا يتخذها الشواذ متكئا لهذه الممارسات الشيطانية. نعم. لأن كثيرات من النسوة يشكون بمرارة من هذه الممارسات الهمجية. نعم. من قبل أزواجهن. بارك الله فيكم دكتور.